السلام عليكم، معكم أم حمزة. النهاردة هعمل حاجة مرتبطة عندنا بحلويات رمضان، وهي القطايف، وهي من أشهر الحلويات الموجودة في الدول العربية. هنعملها بطريقة سهلة جدا وهتطلع معانا مظبوطة وبمكونات بسيطة، ويلا بينا نشوف مقادير الوصفة. ثلاث كوبايات دقيق، ثلاث ارباع كوبايه من دقيق السيمولينا، اربع كوبايات ميه دافيه، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، معلقتين ونص كبار سكر، نص معلقه صغيره بيكنج صودا. طريقه التحضير سهله وسريعه ومش هتاخد اي وقت. هحط كل المقادير بالكبه او الخلاط او اخلطهم بالسلك اليدوي، يعني حسب المتوفر. انا هنا استخدمت الكبة، ضفت الدقيق ودقيق السيمولينا، بعدين هضيف عليها السكر والخميرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا، وعليهم المية، ولازم تكون دافية، يعني ما تكونش باردة ولا تكون سخنة عشان هتبطل من مفعول الخميرة. اخلطهم مع بعض، بس لازم ما اطولش عليهم كتير، يعني هخلطهم تقريبا لمدة 30 ثانية بس. وده خليط القطايف بعد ما اتخلط ووصل للقوام السائل ده، هصبه في بولة واغطيه واسيبه 10 دقايق بس، مش محتاج يتخمر. طاسة على نار متوسطة تكون ما بتلزقش، هصب القطايف على حسب الحجم اللي انا عايزاه، وهسيبها لغاية لما تبدأ تعمل فتحات والعجين يبدأ يختفي. مش هخليها تغمق، هخليها شقرة او ذهبي فاتح. في ملاحظة مهمة، لو عجين القطايف بدأ يتخن معاكي هزود عليه شوية مية وقلبه لغاية لما يرجع للقوام السائل. هشيل القطايف في طبق وبعدين اغطيها فوطة علشان ما تنشفش مني. القطايف المشهورة والدرجة هي القطايف المحشية بالمكسرات. المكسرات اللي عندي هنا كانت عبارة عن سوداني، زبيب، جوز هند، معلقة قرفة صغيرة، ومعلقة شربات. اخلطهم مع بعض وبعدين ابدأ احشي فيها القطايف. احاول ما احطش كمية كبيرة من الحشوة علشان تقدر تقفل معانا، وانا برضو زودت عليها وعملت اقماع من القطايف علشان اقليها واحشيها معاكم. بالنسبة لقلي القطايف، هنسخن زيت على درجة حرارة متوسطة، ما تكونش عالية قوي عشان القطايف ما تتحرقش، ولا قليلة عشان القطايف ما تشربش منك زيت. هنقلبها لغاية لما تاخد لون ذهبي، بعدين نطلعها ونصفيها كويس من الزيت. بعدين هحطها في الشربات، والشربات هيكون عندي بارد وتقيل، وده شكلها ولونها حلو جدا. هبدأ أقلي القطايف اللي شكلتها على شكل أقماع. مش هتاخد وقت معاي، هي دوب هتبقى شقرة فاتحة. طلعتها وصفيتها من الزيت، وبعدين هسقطها بالشربات، هديها تقليبة سريعة واروح مطلعها على طول. ده شكلها لما طلعت من الشربات. وبرضو من الانواع المشهورة للقطايف هي القطايف العصافيري اللي محشية بالقشطة. القطايف دي بتبقى قطايف نية. باخد واحدة من القطايف وبعملها على شكل ام، بوصل بس لنصها تقريبا، وابدأ احشيها بالقشطة بمعلقة صغيرة كده، وأحاول أعبيها قشطة. برضو في ملحوظة مهمة، إنكم لازم تحشوا القطايف بنفس اليوم اللي عملتوها بيه، لأنها مجرد ما نشفت بيبقى قفلها صعب جدا، فحاولوا إنكم ما تبيتوها، تحشوها بنفس اليوم. يا دوب أنا بقفلها لنصها تقريبا وأبدأ أحشيها بالقشطة، والقطايف دي بتبقى جميلة جدا. دلوقتي هبدأ أحشي القماع بعد ما قليتها وحطيتها في الشربات.
مجهزة جنبي كريم شانتي، ضربتها مع شوية سكر بودر، وجهزت عندي برضو شوكولاتة نيوتيلا، وممكن برضو تحشيها بزبدة اللوتس أو الجبنة الكيري، يعني اللي تحبيه. ده شكلها وده لونها، شكلها حلو جدا، والقطايف عجينة اي حشوة تليق عليها، يعني ممكن تبقى حشوة مالحة او حشوة حلوة، وان شاء الله تطلع معاكم احلى من اللي بتشتروها من بره. هشة وجميلة وبتقرمش بنفس الوقت، هي وصفة بسيطة وسهلة جدا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت. لأي سؤال أو استفسار رسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف، ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك سبسكرايب.